نحن هلأ لازم نطبع هدول بسرعة ونبعتهم، ولا تنسي نحن متأخرين بآخر دفعة. عملت غلطة صغيرة المرة الماضية، ما تخاف ما رح يتكرر هالشي. تمام، أنا معتمدة عليكي لكان. طيب ماشي، خلص رح أعملهم بسرعة. إيه إذا بتريدي. ما تاكل هم أستاذ. يلا بالإذن. الله معك. نيني تعي شوي. شفتك صافنة بموبايلك، خبريني في شي؟ يعني في أخبار عن جدك؟ طمنيني. آخر مرة حسيت حالي إني تحت المراقبة كانت لما كنت لساتني بالثانوية. مدرسنا كان يجي ويتفقد حال دراستنا بأنفسنا من الشباك الوراني، وهالشي كان أثره سلبي. أنا آسف بس مشغول بالي عليكي. بتحبي تاخدي كم يوم إجازة؟ لا ما في داعي أبداً، وضع جدي مستقر. طيب إذا بتحتاجي أي شيء بس قلي لي، رح كون جنبك على طول. شكراً، هاد من ذوقك. نيني أنا بعرف أنه العيشة بالمدينة هي اللي بتخلي الواحد يكون سند حاله وبتقوي كمان، بس هلأ أنت رجعتي لهون فيكي تعتبريني سندك. اتفقنا؟ متعودة اسند حالي. ايه طيب أنا راجع على شغلي. طبعا طبعا تفضلي. نايجيلا خلي ايديكي وركبك ناشفين منيح بنتي، ما بيصير يجي عليهم مي ابدا. من حظك الجو بارد، والا كانوا التهبوا جروحك. الجروح الملتهبه بتسبب ندب كتير بشعه. عنا مثل بيقول ايدين المراه هن وشها الثاني، صح؟ سمعاني فيه؟ ما تاكلي همي انا منيحه. خلص اللي صار كان خطير. معقول ما عم تسمعي الاخبار اللي بتحكي عن قصص خطف البنات؟ نحن متنا من الرعبة. منيح تشارلي كان هنيك، ما تعملي هيك مرة تانية. ايه؟ ما رح أعملها. ليلي حبيبتي لما صار هيك هديك الليلة انتي أول شي خطر ببالك انك تتصلي بتشارلي. هاي بسموها الثقة العمياء. طلعي فيني أنا مثلا، بس يصير أي شي إن كان منيح أو سيء أو صعب فورا بتصل بأبوكي وبخبره. هذا أول شي بيخطر لي، أنا معتمدة عليه بكل الشغلات. مدام مايا تعبناكي معنا. ما بعرف لأمتى فيني ضل مكفية بهالشي، بس رح أعمل اللي بقدر عليه. بس بعد ما نمر من هاي المشكلة الأمور رح تصعب زيادة. بفصل الشتاء الحفاظ على شجر الشاي متعب. ليكي بعرف إنك عملتي واجبك، بس خايف إنه ما فينا نعتمد على المصاري من بيع الشاي للفندق، بس رح نضل ممنونين إليك. يعني إذا استسلمتي هلأ ما حدا رح يلومك. هذا الشجر هو أمل ضيعتكم. إذا مر فصل الشتاء فالربيع ما بيطول. يا مدير ممكن شوي؟ يلا جاي. مدام مايا خدي هذا الدواء يخفف الوجع.
ما في داعي، هلأ شوي بتحسن. بنتي شو عم تعملي؟ كيف بتعطيها دواكي؟ أسفة على هالشي، هذا الدواء للمغص، هي فكرت إنه بفيد كل الأمراض. أي بسيطة. أوه، أنت بطنك عم يوجعك؟ أيه. معي كيس مي سخنة بدفيكي، تفضلي. ما في داعي، شوي بتحسن، أنا منيحة، رح يدفيكي. يلا بنتي خلينا نرجع شغلنا. شكراً إلك مدام. أوه، مدام مايا ما في داعي تتشكريني، يعني بقصد إنه نحن اللي لازم نتشكرك، أنت ما سكرتي المصنع لهيك ما اضطريت أترك قرية العمل. يعني لما بنتي بتحتاجني أنا بقدر أكون هون جنبها، أنا مديونة لك كتير، شكراً. آه صحيح، إذا ما حسيتي حالك منيحة قعدي ولا تتحركي. طمني أنا رح كون منيحة. ما تتحركي وخليكي محلك ودفي حالك، نحن بسهولة فينا نشتغل هذا الشغل كله. ريحي حالك امشي. بابا الوضع هون صار أحسن من الأول، حبيت طمنك. هاد المكان بياخد العقل، أنا كتير حابة جيبك شي يوم لهون أنت وزكريا. حطوه هنيك. مدام إيه؟ نحن تفقدنا كل صناديق الشاي وعلبناهن كمان. تمام، بلشوا شحنوهن اليوم لكان. ماشي. بعتلك دواء الرشح، امسحي الرمز لتدفعي حقه، رح اشحنه بأسرع وقت وبس يوصلك خبريني. ماشي، شكرا. ألو كيفك سيدي؟ فكرت بطريقة لبيع الشاي بس ما بعرف إذا رح تزبط، ضروري كتير روح على شانغهاي لأعرف، بس رح خليك على اطلاع. ماشي. مدام مايا، مدام مايا وصلنا. أنا رح نزل الأغراض. باي مدام. باي، دير بالك. أهلا وسهلا، انتي رجعتي؟ أهلين فيكي أمبر. إيه، وصل شي طرد لإلي ولا لا؟ ما وصل. ماشي، شكرا. العفو. رجعتي؟ ايه رجعت. وينو زاك؟ صار بتخته. اه كيف كان الوضع بالمصنع؟ اصعب من ما كنت متخيلة بس بسيطة، زبطت الامور شوي. عظيم. في شي بيتاكل ولا لا؟ ما بعرف، خلي الانسة شين تعمل لك شي. ما في داعي، ما بدي ازعجها. انا وعدتك ما اتعشى مشان اتضامن معك، ما بدي اياك تشتهي وقت تشوفني عم اكل بنص الليل. رح اكل بردانه. ما رح استسلم. اللي حبيبي. انت اخذت كل الالعاب الناريه الزرقاء ودمرتهم ما هيك؟ ايه، تخلصت منهم ومن اللي خالصه مدتهم. بس لما كنت عم احكي معك فيديو شفت جهاز التشغيل مانو متفجر، يعني انت تخلصت من الالعاب الزرقاء بمكان تاني؟
حبيبتي، بتعرفي إنه أنا دائماً كان رأيي بهدول الألعاب النارية الزرقاء إنهم مو مجرد ألعاب، بحس إنهم فن حرام يتدمروا. بس بالأخير أتلفتهم، ما تاكلي هم. المهم عملتها بالأخير. هلأ أنا كنت عم فكر إنه لازم حط علامة مرقمة على كل شجرة، وأطبع رمز على كل علبة، وكل رمز بيتوافق مع شجرة معينة، وهيك أي شخص بيشتري الشاي بيصير في يرعى شجرة عن طريق مسح الرمز ودفع 200 يوان، وساعتها بيصير فينا نشحن الشاي بكل وقت. يعني هالشي من أعمال الرفاهية العامة؟ صح، وهالشي بخلينا نسترد مصارينا بسرعة، ومنسمح لأهالي الضيعة يزرعوا شجر أكتر. وعم فكر أني كمان حط فيديو بقلب الرمز لحتى العالم تفهم مخطط الزراعة الحيوية يلي عنا بشكل أفضل. أنا لسه ما عندي الموارد، بس لما الشغل بينطلق أنا رح حول هذا الرمز لتطبيق لحتى الكل يشوف من خلال تليفوناتهم كيف المزارعين عم يزرعوا وينموا شجر الشاي بهديك المنطقة. عن جد كتير حلوة هالفكرة، تشبه شوي فكرة الغابة الإلكترونية. شو رأيكم؟ عظيمة، انتي بلشي فيها ونحن رح ندعمك. بس انتي هيك معنك بحاجة لدعم. لا، لأنه الرمز ما رح يكلف مصاري كتير. مديرة الفندق قالت لي إنه ممكن تروج لي الشاي لفنادق أكتر، وتشاندلر كمان لقالي كافيهات تانية ليكونوا وكلاء للشاي. طول ما عنا زباين أكيد رح ننجح. شو بكي، صاير شي معك؟ لا، كله منيح. برأيي اللي عم تعمليه مهنة حقيقية، هو فعلاً شي مهم ومميز. مو مثلي، حاسة حالي وكأني مثل شجرة ناطرة حدا لحتى يرعاها ويهتم فيها. شو عم تحكي انتي؟ أنا رح أرعاكي، انتي بس بعتيلي الرمز تبعك لأمسحه. التكلفة مرتفعة. هاي هي منطقة المسح، وقت الزبون بيمسح الرمز رح يطلع له فيديو. مايا، الفطور جاهز، يلا تفضلي. شكرا. أنسيشين؟ انتي كنتي عم تحطي زاك هالفترة بالتخت بالليل؟ ايه صح، وقت كنتي برحلة شغلك أرون كان كتير مشغول، ما كان يرجع على البيت لساعة 10 كل يوم. ايه، لا تتأخري على الفطور، هلأ بيبرد. ايه، انت أخذت كل الألعاب النارية الزرقاء ودمرتهم ما هيك؟ ايه، تخلصت منهم ومن اللي خالصة مدتهم. بس لما كنت عم أحكي معك فيديو شفت جهاز التشغيل مانو متفجر، يعني أنت تخلصت من الألعاب الزرقاء بمكان تاني؟ حبيبتي، تعرفي إنه أنا دائماً كان رأيي بهدول الألعاب النارية الزرقاء إنهم مو مجرد ألعاب، بحس إنهم فن حرام يتدمروا. بس بالأخير أتلفتهم، ما تاكلي هم. خد قول هي. مرحبا. شو هالأناقة؟ عندك شي اليوم يعني؟ شو القصة؟ بتجنني، مبين لبس رسمي؟ حابة مر على المكتب معك بالأول. وليش بدك تروحي معي على المكتب بقى؟ صار لي زمان ما رحت، حابة أشوف الكل. بعدين عندي اجتماع اليوم المساء قريب من مكتبك لنحكي عن مصنع الشاي. ماشي. صباح الخير مدام. صباح النور. صباح الخير مدام، كيفك؟ نحن وظفنا موظفين جداد. صباح الخير مدام. صباح النور. أنا
اهلا وسهلا مدام، شرفتيني. صباح النور. اهلا وسهلا مدام مايا. مرحبا. صباح الخير جميعا. من زمان ما شفناكي مدام، كنت مشغوله كثير مؤخرا. جبتينا شيء للغدا؟ حضرتك دائما بتدللينا وقت تزورينا. معك حق، طلبت لكم شاي بالحليب، هي تحليتي وحساب الاستاذ. اي على حسابي. سيد لو شاي بالحليب سمعتوا؟ خلاص. مرحبا مدام، انا انضميت للشركه جديد. انت اليوم من قسم التسويق صح؟ اي صح انا. اي اهلين. انا بتمنى اقدر اكون عند حسن ظنك. اهلا وسهلا فيك بفريقنا. يلا على شغلك. قلت لحالي لازم تطلع على هي المشكله. قصدك هي؟ ايه هي مدام مايا. ها كلوي. ايه كان بدي اسالك، انتهت العمليات اللي بتخص اتلاف الالعاب منتهيه المده؟ ايه اكيد انتهت مع الالعاب الناريه الزرقاء. منيح. ليك طلبت شاي بالحليب، تاكدي يشربوا الكل. ايه شكرا كثير لك. الو اهلا وسهلا شركه كاماي. الو مدام مايا. اهلين سيد يان. انا حاولت اتصل بارون اكثر من مره بس ما وصلت له. ايه هلا هو مشغول شوي مع الموظفين، الموضوع ضروري؟ لا مو ضروري، اسئله روتينيه. لكن رح اقول له يرجع يتصل فيك. ماشي شكرا. صحيح سيد يان، انتو مو بالعاده بتتخلصوا من الالعاب الناريه الخالصه مدتها مع بعض؟ ليش شعلتوهن على شكل عرض؟ لانه الالعاب الزرقاء كانوا غاليين كتير، اذا اشتغلوا مع الالعاب العاديه فهالشي خساره. معك حق. يعني هلأ تم إتلاف كل الألعاب النارية الزرقاء؟ أي طبعاً تلفناهم. طيب ممتاز كتير شكراً. الله معك. لحظة ألو هاديان اللي على التليفون؟ سكر بس بده إياك ترجع تتصل فيه. ماشي معلمتي في شي تاني؟ بلا مزح أستاذو، أنت المعلم هون. رجعوا حددوا موعد تاني للاجتماع، أنا لازم روح هلأ. إكزافير بيوصلك مشان اطمن، أنا باخد تاكسي بعد الشغل. طيب شوفك بعدين. إمتى راجعة؟ حوالي الساعة 8 المساء. بتلاقيني بالبيت لكان. ماشي. إكزافير؟ نعم. لازم تاخدني هلأ، بعدت لك العنوان أنا. مدام مايا؟ لغة نظام الخرائط كانت بالصيني بس هلأ محطوطة بالإنجليزي. ايه إكزافير. مرحبا استاذ زو، هلا وصلت. بدك السياره؟ لا بس وصل معي على البيت لما تخلص اجتماع. حاضر. اشتقتي لي؟ ليك جبت لك بيجامة كتير حلوة، عجبتك؟ بتجنن. لازم كون بالبيت قبل الساعة 8. يعني انت مضطر؟ ما فيك تتأخر أبدا؟ لا
دير بالك دير بالك. انت مبسوط بهي القعدة؟ ايه كتير. هاي ماما رجعت، اعطيها بوسة لشوف. يلا عن جد انت صاير تقيل كتير. شوف ابوك قديش تعبان، ما بقى فيني احمله. صار لي فترة عم قلك اعمل رياضة بس ما رديت. طيب ماشي رح اعمل رياضة. يلا ابني اركاب. عن جد عم تحكي؟ ايه يلا. بدك تلعب؟ يلا مرة تانية. ماشي يلا يلا. عودي منيح. مسيك هدول، تمسك برقبة أبوك مشان ما توقع. انتبه منيح، الحصان رح يمشي. شوفي عندك شغل يعني؟ أمي؟ شو بو جدي؟ شو القصة؟ ليش ما أخدتوه على المشفى دغري؟ خلينا نحكي برا، ما بطول. شوفي نيني حبيبتي اسمعيني شوي. أمي حكي لي. شوفي جدك مانو مريض أبدا. شو قصدك؟ كله شغل عمك، ما بده يدير باله عليه. ما عم بقدر أفهمه، كل هالسنين أبوكي كان يبعت له نص راتبه وأحياناً مبلغ أكبر. أي. كيف في عمك يعامل جدك بهالطريقة البشعة؟ عن جد؟ كانوا يقطعوا عنه الأكل والمي السخنة، ما اعتنوا فيه أبداً. كيف إجا من قلبهم يعملوا هيك فيه؟ لو شفتي الحالة اللي شفناه فيها. بس ليش لحتى عمي يعمل فيه هيك؟ يلا بسيطة. لما وصلنا ما عطونا ولا تفسير، بس طلبوا منا ندفع تكاليف الجنازة. هنن حتى وقتوا اتصالهم على أساس إنه بس نوصل يكون جدك مات، وبعدها بياخدوا المصاري ليعمروا بيت جديد لابنهم الصغير. لحسن الحظ جدك ضل عايش لوصلنا. كتير زعلت لما شفت جدك بهالحالة. تحليل بيّن إنه كان عنده سوء تغذية، بس لحسن الحظ مانو مريض. أبوك عصب كتير، هدد ياخد جدك على المستشفى. قاموا وأخيراً حكوا الحقيقة إنه هيك هن عملوا فيه. طلبوا مني أدفع لهم. امشي شوف شو بقى أبوك. 50,000 يوان. إيه بابا؟ شو صار لك؟ شوفي بابا علي. ديريك رد علي. استعجل استعجل بسرعة. لازم بسرعة نستعجل. بسرعة بسرعة يلا بسرعة. يلا يلا استعجل. أنا على بابا شايفتك. نيني أنت ابقي هون. حاضر. ديري بالك على جدك. أمي إذا تصلي فيني. أكيد. على مهلك انتبه. يا مدير، بعتقد إنه الأفضل إذا منطبع الرمز على علبة الشاي. هاي الخطوة أفضل من ناحية التكلفة، وأنا رح أتفقد الخدمات اللوجستية بنفسي. إلي إكزافير، ليش صار نظام الخرائط يمحي بيانات العناوين كل 48 ساعة؟
أنت كتير مشغول وما عندك وقت، لهيك ما توقعتك تقرر تروح معي لنزور بابا بكرة. الوقت فينا نضغطه شوي. من فترة أخذنا كم طلبية فوظفنا ناس جداد وصار فيني غيب شوي، وملحقين على الطلبات. أنت كان عندك فكرة أنه نظام الخرائط تعدل ليحذف البيانات بدل ما يحفظها؟ بيحفظها لمدة 48 ساعة بس. لعما كيف صار هيك؟ إكزافيير بيكون كابس شي، صاير مهمل كتير، بدي بهدله. ما في شي بدك تقلي إياه؟ بعرف بشو عم تفكر، لأني ما سمحت لك تنتج الألعاب الزرقاء، فأنت قالب خلقتك فيني. مو صح، نحن اتفقنا، ليش لأزعل منك؟ هاي الألعاب النارية الزرقاء تصنيعها في كتير خطورة. سامحني على تدخلي. حبيبتي لا تفكري هيك، عن جد مالي مزعوج. يعني مو متضايق مني؟ لا مو متضايق بنوب. للصراحة أنا صار لي فترة مالي مرتاح. شو رأيك نحن اتنين نرتاح من الشغل وهيك فينا نرجع مثل ما كنا، بس نحن ثلاثة؟ بشع اللي وصلنا له. الشركة صار فيها موظفين أكتر، وحتى مصنع الشاي له فريقه، فلازم تاخدي استراحة. شو رأيك؟ بس خلص كل اللي عندي، خلينا نروح عطلة بس نحن ثلاثة. تمام، وأنا رح أخذ كم أسبوع إجازة من الشغل ومنقضي وقت مع بعض ومنروح وين ما بدك. لازم تنامي هلأ. ما بدك تنام؟ لخلص التصميم بالأول وبعدها بفوت بنام. ما تطول كتير. طلع عندك ضغط دم عالي، ما فيك تمشي بسرعة هيك. يعني ما فيني أعمل شيء. ريح حالك. بابا رجع، رايح أشوفه. بابا وأخيراً رجعنا. الحمد لله على السلامة. شو قالوا لك؟ ولا شيء، أنا منيح. يلا فوت، رح أخذك على غرفتك. شو قال الدكتور؟ لما عرف باللي صاير معه قال إنه القلق رفع له ضغطه كتير. لما كنا بالمشفى الدكتور عطاه دواء وقال إنه لازم يرتاح وما يعمل جهد، بس هيك. مدير زانج، نحن كتير ممنونين لإلك، صار نص الليل وانت لساتك معنا هون. ما في داعي تشكريني، يعني نحن صرنا عيلة واحدة. على كل حال ناديلي بس مايكل، يعني غريب انك تناديلي مدير لهلا. طيب مايكل ماشي. تمام، يلا تأخر الوقت، صار لازم روح. شوفكم بعدين. نيني طلعي وراه، يلا ودعي. لا لا ما في داعي، عن جد يعني ما في داعي لحتى تطلع. سلام، صباحوا على خير. ما في داعي ولو. شايفة مايكل فعلا شب منيح ولطيف كتير. خلاص مو وقت الحكي، يلا قلي بابا عن جد صار منيح. طلعي وشوفي بعيونك. يي هالقصة بتقشعر البدن، كيف قدر يعمل هيك؟ معقول يعمل هيك بأبوه؟ يمكن كنتو هي اللي محرطته. أكيد هيك صاير. يا حرام، أكيد هالختيار عانى كتير معهم. ليك درك ما تأكل هم، إحنا هون كلنا منساعدك. إيه طبعاً. بيتكن واسعكن كلكن؟ إيه واسعنا، عمي ودرك قاعدين بغرفة واحدة وأنا ونيني بغرفة. في مكان. هالأكل طالع معك طيبة.
آه عن جد؟ في كمان إذا بدك نيني. إيه صبي لي شوي. إيه تكرم، اليوم بهالمناسبة حابة إني أغتنم الفرصة لإلكم كلكم كم كلمة. مؤخراً عائلتنا واجهت مشاكل كتير، شكراً جيراننا اللطيفين على مساعدتكم، مثل ما بيقول المثل القديم الصديق وقت الضيق. ايه هذا هو، انتو اثبتوا لي صدق هالمثل عن جد. شكرا اسلام. وكمان بدي اقول لمايكل، مع انك مشغول كتير وعندك مسؤوليات، انت ساعدتنا لتدير بالك على نيني وجدة، فانا حابه اعبر عن امتناني الكبير لكم. شكرا. ما في داعي، نحن كلنا هاد واجبي. تعرفوا نحن مجرد ناس عاديين، بس رح نتذكركم دائما. لما تصير لنا فرصه نرد المعروف رح نعمل اللي منقدر عليه لنساندكم. كونوا أكيدين نحن جنبكم. نيني موافقتيني؟ بدي أقول شكراً لكل اللي ساعدونا بهالفترة الصعبة اللي مرينا فيها. إمتى ما احتجتوا مساعدتنا ما عليكم إلا تطلبوها. هالحكي صحيح. خلونا نشرب نخب لنعبر عن امتنان. صحتكم جميعاً. صحتكم جميعاً. شكراً لكم، نحن ممنونين كثير. تذكري بس قلت لك أول عن آخر رح تتعودي على جو العيلة الدافي. شو عجبك ما؟ مدام وانغ، إمتى ناويين تعزمونا على عرس بنتك نيني؟ ايه شو هالحكي هاد؟ هلأ بتخجلها للبنت؟ ما لازم تخلونا ننطر كتير. لكن ايه بدنا نفرح فيها لنيني؟ خلاص ما تاكلوا هم، انا رح كون مسؤول عن الاكل بالعرس. صحتكم. 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 صحتك. صحتك. صحتكم. صحتكم. شكرا. يعني عمي تقريبا جوع جدي للموت، بس لان كان بده 50,000 ليعمر بيت. بابا كتير اتضايق، كان عم يلوم حاله لأنه ترك جدي عند عمي، وكيف تركه بهداك البيت. كان يبعت مصاري ليخفف الشعور بالذنب. هذا الشي كتير بشع، ماني عم صدق إنه حقيقي. كتير من جيراننا إجوا على بيتنا ليساعدونا، وبيتنا طول الوقت ما عم يفضى. بيجوا ليديروا بالهم على بابا وجدي، ومايكل عم يجي كل يوم. إذا استمر هالوضع الظاهر إني رح أضطر أتزوجه مشان ردله الجميل. آه؟ شو عم تحكي؟ لهلأ ما فهمت عليكي، كيف هيك قصة إلها علاقة بموضوع زواجك من مايكل؟ أي عن جد؟ أنتوا بحياتكم ما أجيتوا لهون، الحياة هون غير، ما عم ألف من عندي. تصلي فينا إذا احتجتي شي ماشي؟ ولا تضايقي حالك. باي باي. أنسلي؟ إيه؟ أهلين نايشين. شكراً على البطاقة. تكرم عينك ولو؟ بتشكرك. موفق. شكراً. غريب شو جابه؟ إجا نايجل. وجايب ورود كمان. شو القصة؟ يلا قربي، خديهم. خديهم نايجلة. يلا خديهم. بلين. يلا نايجلة. يلا نايجلة. شو ناطرة؟ خديهم نايجلة. طيب هالورود حلوين، خليني حطهم بالمي. هذا مفتاح محل الميتورات، عندي أكتر من الشريك، الحصة الكبيرة إلي. من اليوم أنت صرتي المسؤولة. أنت قلتي لي إنه الرجال لازم يكون عنده شجاعة. شو حلو، شو لطيف يا نايجل، برافو عليك. واو واو. زواجي 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 زواجي. ما عم اطلب ايدك، بعرف الوقت ما انه مناسب، هدول بس خواتم للمرتبطين. لما الايد بتكون فاضيه القلب بيكون هيك. أنا أخذت قياسات أصابيعك وفصلت لأصبعك النصاني، بتمنى تقبلي. نايجل مو معقول شو حبك، أنت شخص كتير حساس. عن جد قديش شخص ظريف. قلتي بدك وقت لتفكري، بس أنا ما بدي. أخذت قراري وباقي أنت تاخدي. خليهم يروحوا بالأول، نحن بالمكتب بفضل إنه نحكي لحالنا. لا، أنا بدي أقول قدام كل يلي هون، نايجلة أنا بحبك، حبيتك من أول يوم بلشت فيه،
وهلأ ما عاد في أي عوائق بيناتنا، لهيك حابين نكون سوا. وافقي 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 وافقي. شو بدنا؟ وين قصدتهم؟ شو القصة؟ أنا آسف، ما قصدي خليكي مو مرتاحة، أنا بس كنت حابب خبر الناس بحبي إلك لأنه أنا وياك. نحن لازم ننفصل. طيب ليش؟ ليك أنا كنت عم فكر بكل شيء، ما فيني كمل هيك بهالطريقة. لأني أصغر منك؟ خايفة إني أخذلك؟ عندي الشجاعة أتزوجك هلأ. وأنا مصدقتك. الشجاعة لحالة كافية لتتزوج؟ كانت عندي هي الشجاعة، بس النتيجة كانت سيئة. لأنه ما اخترت الشخص الصح. لا، لأنه أنا ما فكرت ولا سألت حالي ليش بدي أتزوج، أو عرفت نوع الرجال يلي حابة كفي معه حياتي. وهلأ صرت تعرفي يعني؟ أنا بحياتي ما كان عندي رأي خاص فيني، وماني مستقلة مثل مايا، وما عندي نص شجاعة نيني. أنا مجرد بنت عادية كتير، كان بدي اعتمد على شخص. بعرف إنه من جواتي كنت ميتة على ما أتزوج، فأنا طلعت مواعيد كتير وتزوجت لأنه فكرت إنه هذا الشيء الصح، بس طلع الزواج معقد أكتر بكتير من ما كنت متخيلة. مؤخراً اكتشفت شو الأسباب يلي خلتني أفشل بزواجي السابق. هاي كانت ضربة كبيرة لألي. يمكن أنت مانك فهمان يلي عم قوله منيح، بس هي هي العقبة يلي بيناتنا وما فينا نتخطاها. الشغلة مو فيك، الشغلة قصة تجارب. هدول الشغلتين هنن أقل الشغلات عدالة، بس بيعملوا فرق كبير بالحياة. هلأ فهمت كل اللي عم يصير بسبب هداك الشاب يلي إجا يترجاكي مشان ترجعي لأخوه، صح كلامي؟ جاوبيني. أنا ولا مرة فكرت بمشاعري من قبل. ما فيني خلي علاقتنا تكمل وماني متأكدة من مشاعري. متأكدة من قرارك؟ إيه. ما رح تندمي؟ خلينا نرجع. امشي امشي. Thank you.
下的泪和声音都在，我是我的堡垒。